السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا تشابتر الثالث من كتاب الصوت للمرحلة الثانية Long Vowels. اليوم راح نبدي بتعريف Long Vowels. تعريفها: Are vowel sound that are longer than normal or short vowels. هي الأصوات التي تكون أقصر شوية، تكون أقصر من الطويلة. طيب يقول لك In RP English The long vowel sound these. يقول لك long vowels، الأصوات العلة طويلة، هي توجد في هذه الأمثلة اللي هي seed suit وإلى آخره. مو مهمة. هنا التعريف هذا اللي بالأزرق، هذا اللي بنظل الآن، هذا تعريف long vowel. أكو ملاحظة مهمة: جميع أصوات long vowel لهم هاي النقطتين indicate the length. هذين النقطتين هن علامة لوجود صوت علة طويل. شلون أعرف صوت علة طويل، أو شلون أميز صوت العلة طويل عن الصوت العالي؟ بهذه النقطتين. حتى قال لك هنا to indicate the length. indicate length يعني لكي تشير أو لكي توضح لنا الطول. طيب يقول لك there are the five long vowels. هناك خمسة أصوات علة طويلة. هناك خمسة أصوات. هذا يجي فراغ مهم، ركز لي علي. إذن صوت أصوات العلة عددهم خمسة، انتبهوا لي جدا يا أبطال. خمس أصوات علة، حلو. أنا خايف يجيك سؤال يقول لك Why there is two dots in long vowels؟ يا بليش عندنا نقطتين اثنين بأصوات العلة الطويلة؟ لو أجاك يجي سؤال، إيش راح يكون جوابك؟ راح يكون جوابك كالتالي: The length mark is used not because it's essential, but because it helps learners remember the length difference. إذن السبب في وضع هذه التو دوتس مو لأنها مهمة وبس يعني، وإنما لكي تبين للمتعلم بأن هذا الصوت هو صوت طويل. لان انت تعرف مرات اختلاف طول الصوت يؤثر على المعنى، فلذلك دائما ارتأوا اللغويين الى عمل هذه النقطتين، اللغويين الانجليزيين الى وضع هذه النقطتين لكي نميز ان هذا الصوت هو طويل، ليس صوتا قصيرا. هذا هو سؤال إذا إجاكم، موجود أيضا بالكتاب، يعني أنا ما جبته من جيبي، كله موجود بالكتاب. خاف يجيك ما هو الكواليتي أوف vowels، ما هي يعني ما هو الكواليتي أوف vowels، ما هي أصوات أو جودة صوت العلة. بوع شنو يعني جودة صوت العلة؟ جودة من يقول لك the quality of vowels، أو لما يقول لك how can we differentiate between vowels. نعم، هذه الأسئلة كليتها: شلون نميز أصوات العلة، شلون نميز أصوات العلة القصيرة عن الطويلة، شلون نميز الأصوات العلة الأمامية عن الخلفية. من يجيب لك اختلاف العلة، جواب هو اللبس شيب، شكل الشفاه، وموقع وشكل اللسان. موقع اللسان، شكل اللسان، وموقع أو شكل أيضا شكل الشفتين. الشفاه تختلف من مجموعة لأخرى. شلون؟ أخذناها بالمحاضرة السابقة. أنت ما كنت حاضر بالمحاضرة السابقة؟ ما كنت، بس أستاذ أكثر شيء طلاب كان خربط فيه إحنا بس الترانسكريبشن، التقطيع. البقية أكثر شيء شروحات. الرسم الصوتي، الرسم الصوتي. لا هو شوف، هو مادة الصوت هي كلها طلاب تعاني من عندها، ما يصير أنت تعبر عن رأيك بدل عن الطلاب كلهم، يعني هذا الشيء مو صحيح. أنت تعاني من مشكلة الرسم الصوتي وكل الطلاب يعانون من مشكلة الرسم الصوتي، هذا صحيح كلامك وأنا أتفق وياك، ولكن إحنا بهذه الدورة مالتنا مو قاعد نشرح لك معلومة. إحنا بهذه دورتنا مو قاعد نشرح. أنت شكلك جديد على الدورة مو بالله؟ مبين عليك جديد على الشغلة. احنا هاي الدورة اخي العزيز اذا ما تدري احب اقول لك عليها الك وكل الطلاب اللي حاضرين ويانا، هاي الدورة هي 3 ايام بالاسبوع، الاحد والثلاثاء والخميس، الساعة 4 يبدأ الدرس.
ناخذ الدرس وثاني يوم يكون اكو امتحان. الغايه من الماده منها نفهمك اياها وتقراها وتسوي لك بيها امتحان. اما اذا انت جاي لاول مره ما تعرف شنو السالفه وداخل الدرس وتقول الاستاذ اشرح لنا الرسم الصوتي وعوف لنا التعاريف وما ادري شنو، لا اخي العزيز هذا الشيء ما يصير، لان اكو طلاب وياك ملتزمين بالدوره واكو اسماء واكو رقم امتحاني واكو درجات واكو معدلات، وراح نطلع اعلى طلاب ويكون لهم مكافاه، لان هذه هي دوره نشجعك بيها للحفظ وللدراسة، مو بس لكي أنطي معلومة أجيب معلومة وانطيك إياها، لا، لأن إعطاء المعلومة وحدها لا يفيد الغرض. إحنا لازم ننطي معلومة ونعلمك شلون تدرس المعلومة ونشجعك على تحفيظها، لأن أنت وحدك ما لك واس تقراها، ماكو تشجيع يخليك تقراها. أنت ليش بالجامعة ما تقرأ؟ ليش؟ لأن ماكو واس. الأستاذ يعطيك المادة وتروح، أنت تجي تعبان تضرب الغداء وتنام، وينك وين القراية؟ أغلب الطلاب طبعاً مو الكل، بس أنا من أسوي لك امتحانات والتزام، هنا أنت راح تنجبر راح تقرأ، تحس يا أبا وراي امتحان، أستاذ محمد راح يعاتبني إذا ما قريت، فهذه هي فائدة الدورة. سواحد يقول لك أنت شنو داخل دورة أنت جامعة؟ أخي العزيز هي مو مسألة إنه أنت جامعة أو ثالث متوسط أو سادس إعدادي، المسألة إنه أنت من يكون أكو دورة أو تواجد بث مباشر بث حي أمام الأستاذ ويشرح لك الدورة واللقاء المحاضرة راح يكون لها طعم خاص، راح يكون لها راح يكون للدورة يعني فد شعور مختلف، تحس ان انت ملزم بجامعة. شلون الجامعة امتحانات؟ تحس نفسك لازم تقرأ يعني. فهذه هي الفكرة يعني. زين، هذا توضيح لكل الطلاب الحاضرين ويانا هسه الجدد او القدماء. قلنا الكواليتي اوف فاولز مهمة جدا، وقلنا أصوات العلة طويلة عددهم 5. الصوت الأول هو صوت الإي كما في كلمة ميت، الله أكبر الله أكبر، ميت، إيت، كي وإلى آخره. طبعا هذه كلها هي أصوات العلة اللونج. نجي إلى الصوت الثاني وهو الآ كما في كلمة هاد، ستارت، كات. أيضا نجي إلى كلمة صوت الأو كما في كلمة بول، سبوت، هوس وإلى آخره. نجي إلى صوت الأ كما في كلمة باد، واد، سير. وصوت الأو كما في كلمة يو أو تو وإلى آخره. طيب استاذ محمد انا ميز هذه الاصوات اخربط بيها، ذكرت وارجع واقول والف مره اقول احفظ مثال لكل صوت، ما راح تخربط اطلاقا. الصوت الاول ما اعرفه يا صوت، احفظ المثال مالته ميت، من تشوف الكلمه اتذكر المثال، ابوع على الصوت انساه، اتذكر يا مثال علي، مثال علي اي، ها نعم هذا صوت الاي هيك. نجي على هذا المخطط، طبعا هذا المخطط انا ذكرته بالمحاضرة السابقة، انطيتكم قلت لكم احفظوا لي هذا المخطط وراح افهمكم علي جدا مهم. طيب طبعا هذا هو المخطط، ركز لي علي زين، راح ارجع لك على التخطيط مالته، تشوف هذا المخطط، ركز يمي زين وانتبه علي حرف كلمة كلمة. هنا عندي هذا المخطط، شلون اقدر اطلع الصفات وهاي التفاصيل؟ حلو، اول شغلة اريد اقول لك اياها، هذه الفوق هذني الفوق هي ارتفاع اللسان، هل هو فرونت، هل هو باك، او هل هو سنترال، هذا الفوق يخص ارتفاع اللسان. طيب وهذا اللي هو بجهة اليمين اليسار هذا هو شكل الشفاه، هذا هو شكل الشفاه. طيب الفوق شنو الفوق؟ ارتفاع اللسان، واللي على جهة اليسار منا هذا اسميه اني شكل الشفاه. طيب استاذ محمد انا ما افتهمت، ممكن توضح لي بعد اكثر؟ اي تدلل تبع علي زين. انا عندي صوت مثلا هذا شكل تحفظه، انا عندي صوت، هذا صوت صاير هنا على هاي النقطة. هذا الصوت راح اقول علي سنترال مركزي، هذا ارتفاع اللسان. طيب وهنا نجي شكل الشفاه شلون يكون؟ open mid على الخط، امشي
على الخط تمشي. طيب ما افتهمت مو مشكلة، راح اعطيك مثال اخر. صوت صاير هنا، صوت صاير هنا، ايش راح تقول علي؟ راح تقول علي ارتفاع اللسان باك، اللسان مالته باك، والشفاه تكون كلوز ميد. كلوز ميد ليش؟ لان صايره على الخط، نفس الحاله ونفس النظام. اني عندي صوت، هذا الصوت مكان اي هنا صاير بالنص، هنا صاير هذا الصوت، راح اقول عليه كلوز لانه اقرب شيء على الكلوز، وراح اقول عليه فرونت لانه اقرب شيء الى الفرونت. طيب عندي صوت اي هنا، هذا الصوت راح اقول عليه باك، وراح اقول عليه اوبن. عندي صوت صاير هنا، هذا الصوت راح يصير اوبن، وراح يكون فرونت. ليش؟ لانه على خط الفرونت وهو على خط الاوبن ميد. يعني شلون هسه مثلا هذا صوت الاو، هذا صوت الاو، هذا اللسان مالته، هذا اللسان مالته يكون باك، والشفاه مالته تكون كلوز هيك. ما هو ما له مثال. هاي هسه عندنا اصوات، هسه عندنا اصوات راح ناخذهن. هذا المخطط لازم تحفظه وتطبق عليه بقيه الاصوات. هسه نجي على هذا، هذا 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 انت حافظ الشكل، المفروض تكون حافظ الشكل، يعني المفروض هنا تعرف هاي الامور كليتها. هنا قلنا شنو هنا من يتذكر؟ تونا قبل شوي اخذنا المخطط باك، وهنا سنترال، سنترال، وهنا فرونت. طيب بالنسبة للشفاء هنا شنو؟ وهنا، وهنا، وهنا اوبن. يعني جاب لي هذا الصوت، هذا الصوت، من يقول لي هذا الصوت؟ اللسان مالته شنو؟ باك. والشفاه مالته شنية؟ اوبن. هاي هي الفكرة، هاي هي. اي صوت يجيب لك اياه، اي صوت يجيب لك اياه نفس النظام. خلنا نشوف هذا الصوت، خلنا نشوف هذا الصوت، هذا الصوت هنا صاير، هذا هنا، وهنا سنتر. خلاص من عنده سؤال؟ هذا الموضوع طلاب ما له علاقة بالأصوات العلة الطويلة والقصيرة، هذا على وصف الصوت. أما هذا مو أنواع الصوت اللي تقصدينه أنت حضرتك تسألين تقولين أصوات طويلة أو قصيرة، هذاك نوع الصوت، هل هو طويل قصير ديفثونج تريفثونج؟ هذاك واحد اللي قاعد نحكي عنه هو صفات الصوت. يابا هذا الصوت شي يكون الشفاه مالته كذا، تكون ارتفاع اللسان شي يكون، يكون كذا وفقا لهذا المخطط. نعم بعد. طيب خلينا ناخذ الديفثونج. تعريف الديفثونج is a sound formed from glide rapid movement from one sound to another. هو انزلاق من صوت لآخر. شنو يعني ديفثونج؟ ديفثونج يعني الأصوات الإدغام، الإدغام يعني تقريبا هي. شلون يعني إدغام؟ يعني عندي صوتين علة راح أدغمهن معا دغم، إدغام يعني يصيرن، فسميهم أحنا ديفثونج. شنو هن بالضبط؟ هن عبارة عن دمج صوتين علة معا، وراح يصير عندي صوت جديد. دمج صوتين علة معا راح يصير عندي صوت جديد. كم عددهن؟ عددهن 8. ركز لي على العدد، دير بالك. اللونج فاول ايش قد عددهن؟ 5. والشورت؟ 5. ركزوا لي على الاعداد، ترى تجي فراغات او تجي اختيارات. شورت 7 واللونج 5. اللونج 5. جيد جدا. نجي الى تعريف اخر يسمونه البيور فاول، اصوات العله النقيه. Is the sound which remains consonant and doesn't glide. هي أصوات العلة التي تبقى ثابتة ولا تنزلق. إذن الـ pure vowel هي عكس الدفثونج.
ديفثونج بيها انزلاق، البيور فاول ما بيها انزلاق. اذا جاب لي مقارنه ما بين الديفثونج والبيور فاول، انطي تعريف الديفثونج وانطي تعريف البيور فاول، واقول له تحياتي لك. هاي الكلمه لا تنسونها، تحياتي لك مهمه جدا يعني. نجي الى هذا الرسم ايضا، خاف يجيب لك اياه. مثلا جاب لك هذا الرسم، ايش راح توصفه؟ شوف وين صاير، صاير هنا وصاير وين. خلاص هذا هو، هذا هو موضوع البيور فاول، خلصنا. وهذا الرسم ايضا السنترنج تعريف، خاف يقول لك تعريف السنترنج، سنترنج ديفثونج. ار ويتش are which end in schwa which is central vowel and they are three diphthongs. شنو هي السنترنج ديفثونجز؟ هي اصوات العله التي تنتهي بالشوا. صوت عله ديفثونج ادغام تون ذكرناه قبل شويه، وهو ينتهي بصوت الشوا. خلاص بس مثال علي، هذول وينهم؟ ثلاثه هم اصلا، بس ثلاثه. نعم موجودة عادي، ملف أصلا إحنا نشرناها بالقناة. طيب هنا لا تنسون تحفظون أمثلة على كل صوت، مثلا هذا الأصوات تحفظون عليه أمثلة، ضروري جدا يعني طلابنا الأعزاء. هسا واحد يقول أستاذ أنا ما أعرف أقرأ، طلابنا الأعزاء أدري بك ما تعرف تقرأ، وإحنا بقنا متعلمين ترى، يعني أنا ما عايش بلندن ترى، ولا عايش بريطانيا ولا بأمريكا ولا بأي دولة تحكي انجليزي، انا هم مثلك وكلتنا واحنا متعلمين يعني، وبالاول وبالاخير انت تبقى متعلم يعني. فانت اذا ما تعرف تقرا الاصوات ترى مساله طبيعيه يعني، عادي احفظ الصوت، احفظ عليه مثال، بمرور الوقت راح تقوم تقدر تميز على كل صوت. هذني السنترنج ديفثونج. احنا قلنا الديفثونج عددهم ايش قد؟ ديفثونج ايش قد عددهم قلنا؟ هاي ايش قد قلنا؟ 8. السنترنج ديفثونج وقلنا هي اصوات العله اللي تنتهي بالشواء هم ثلاثه. هذول السنترنج ديفثونج هم من جزء من من, من الديفثونج يعني، هم جزء من الديفثونج. السنترنج ديفثونج. احد عنده سؤال هنا؟ طيب نجي على تعريف كلش مهم، الكاردينال فاولز ار ا سيت اوف ريفرنس، ومجموعه من حروف العله. ريفرنس فاولز مجموعه من 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 حروف العله او اصوات العله. يوزد باي، باوعل على هاي الكلمه، فونيتيك. فونيتيك يعني صوت، فونيتيك فونيتيك، وخلي وياها اشينز. إشينز يعني شلون احنا نقول عراق عراقي، يعني علماء الصوت، علماء الصوت. فوناتيشينز، فوناتيشينز يسمونهم فوناتيشينز. In describing the sounds of language، وهو المرجع الأساسي لدراسة أصوات العلة، اللي هو هذا المخطط، هذا هو المخطط اللي من خلاله ندرس أصوات العلة، نعرفهن باك فرونت. هذا أسميه الكاردينال فاولز. تقريبا ما أكو جامعة عراقية إلا وجابت هذا التعريف، ما أكو جامعة عراقية بالعراق كله إلا وجابت هذا التعريف، تعريف الكاردينال فاول، مهم جدا. حلو، خلصنا من الدفثونج، وهسه راح نشرح فد شيء اسمه التريفثونجز. تريفثونج شنو يعني تريفثونج؟ خلينا نتعرف على التريفثونج. يقول لك التريفثونج از جلايد، از جلايد هو انزلاق، فروم وان فاول من صوت الواحد، تو انذر لصوت اخر، اند ذن تو ا ثيرد وبعد ذلك الى صوت ثالث. They are all produced rapidly، وكلهم ينطقون بشكل سريع، and without interpretation، بدون تقاطع، بدون أن يكون تقاطع.
interruption يعني تقاطع. interruption يعني تقاطع. خلني أعيد. the tiff thong هو انزلاق من صوت واحد. النوب صوت ثاني. النوب إلى صوت ثالث. يعني راح يكون عندك ثلاث انزلاقات. يكون عندك ثلاث انزلاقات. انزلاق أول، انزلاق ثاني، وانزلاق ثالث. يعني صوت أول، صوت ثاني، صوت ثالث. طيب إيش قد عددهم؟ عددهم فقط خمسة. عددهم فقط خمسة. وهم عبارة عن الأي زائد نشوى، الأي زائد نشوى، الأي زائد نشوى، الأو زائد نشوى، والأو زائد نشوى. لا تنسى تحفظهن مع مثال عليهن وبالرسم الصوتي مالتهن. كلش ضروري تحفظ الأمثلة عليهم بدون أي تردد وبدون أي نقاش. ذني نحفظهن كلهن وباشر الدرس الجاي اللي هو راح يكون يوم الأحد. امتحاننا راح يكون بهذه الأصوات يا أيها الأبطال الغيارة. استاذ العفو، الامتحان المحاضره كامل لو فقط الامتحان يكون بكل الماده، ومخليك نماذج اسئله تخبل محلوله ومرتبه. يعني هي اسئله على الماده ومنوع لك ومرتب لك. تحضر زين واقرا للاسئله، وسواء هسه تشوف الفيديو او بعدين تشوف الفيديو تراد مو مشكله، تقدر تدخل على الامتحان. الامتحان موجود وتقدر تمتحن وتشوف هاي الماده. وأي سؤال أو استفسار تقدر تتركه بالتعليقات، وكل الهلا بيكم.